الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أجرني الله إياكم منها ومن حرها وقعرها وظلامها وظلماتها ومن كل ما يؤدي إليها، آمين وآمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الفقر وفي الغنى، ولك الحمد في المرض وفي الصحة، ولك الحمد في كل حال وحين، ولك الحمد في كل وقت وحين، ولك الحمد رب السماوات والأرضين، إله الأولين والآخرين، ناصر المظلومين والمستضعفين. اللهم لك الحمد، أنت الله في السماء إله وفي الأرض إله، ومعنا بعلمك أينما حللنا وارتحلنا وصلنا وجلنا إله. لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك، ولا إله غيرك ولا رب سواك، ولا إله غيرك ولا رب سواك، ولا إله غيرك ولا رب سواك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين الشيطان الرجيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب الله من بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد
الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لزب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا بل هم اليوم مستسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم توكلنا على الله واستعنا بالله واستأجرنا بالله واستدفعنا
الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توبة عبدنا بريقة بعضنا مشتا سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله توبة عبدنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أعيذكم بكلمات الله التام من كل شيطان وغام ومن كل عيب لام. أعيذكم بكلمات الله التام من كل شيطان وغام ومن كل عين لام. أعيذكم بكلمات الله التام من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبليس وجنوده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعود فيها ومن شر كل ذي شر لا تطيقون الشر ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض. بسم الله نقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يجيركم والله يجبركم والله يعيدكم والله يعصمكم والله يحفظكم والله يرعاكم. بسم الله يقيكم بوساوس الصدر وشتات الأمر. بسم الله يقيكم من الأمراض والأوهام. بسم الله يقيكم من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. بسم الله يقيكم والله يرعاكم الله يشفيكم الله يجيركم والله يجبركم الله يعيدكم الله يعصمكم والله يحفظكم الله يرعاكم. لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأرضين ودرج. لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء يا مجيب الدعاء رحمة من رحمتك تهدي بها القلوب وترفع بها البلاء وتنزل معها رحمتك والشفاء. أعيذكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. أعيذكم بالله العلي العظيم
نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. أعيذكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. أعيذكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبال عنيد. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبال عنيد. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبال عنيد. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس من شر خادم السحر والحارس. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل ذي شر لا تطيقون شره ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض. بسم الله يقيكم من كل داء يؤذيكم. بسم الله يقيكم من كل بلاء يؤذيكم. بسم الله يقيكم من كل شر وشقاء يشقيكم. بسم الله يقيكم من كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد. بسم الله يقيكم من شر كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد. بسم الله بسم الله بسم الله بها بدأنا وعلى ربنا توكلنا وبه استعنا وبه استجرنا وبه اعتصمنا. من توكل على الله حباه من توكل على الله كفاه من توكل على الله صفاه من توكل على الله رعاه من توكل على الله غناه. بسمك ربي عليك توكلنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله توكلنا على الله واستعنا بالله واستجرنا بالله واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله العظيم بسم الله الكريم بسم الله الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله في كل حال وحيد. بسم الله في كل وقت وحيد. بسم الله بسم الله بسم الله. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. 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 رحمة الله وبركاته 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 عليكم أهل البيت. رحمة الله رحمة الله وبركاته وبركاته عليكم أهل البيت. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار بسم الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله بسم الله الواحد الأحد بسم الله الفرد الصمد بسم الله على البيت وأهل البيت ورزق أهل البيت بسم الله حصنتكم بعزة الله وقدرته وبسلطان الله المنيع وبأسمائه الحسنى كلها عوذتكم بالله العلي العظيم وبأسمائه الحسنى كلها من شر كل ذي شر من شر كل نفس خبيثة من شر كل عين قوية من شر كل عين حاسدة من شر كل عائل وعائلة من شر كل سحر وساحر وساحرة حصنتكم بالله العلي العظيم وبأسمائه الحسنى كلها من شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض وشر الأسحار وشر أعين العائلين وشر أعين العائلين وشر أعين العائلين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين بسم الله أمسينا بعزة الله التي لا ترام ولا تضر وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائد من الأبالسة عائد من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر شياطين الإنس والجن 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 ومن
شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل ذي شر ومن شر كل خادم وخادمة من شر كل ظالم وظالمة من شر كل عالم عمر البيت والدار عمر الزوايا والأركان بسم الله يرقيكم من شر كل عالم من الجن سلفوا بأسحاب مغشوشة في الباب والعتبة على جنبات البيت في باب البيت في زوايا البيت في جدران البيت في نوافذ البيت حصنتكم بالله العلي العظيم من شر كل عالم من شر كل عالم وعامره من شر كل جني استخفى في البيت وتواره تشكل ظهر وتشكل أفزع ورعب وتشكل حصنتكم بالله العلي العظيم من شرهم وآذاهم وظلمهم وسحرهم وأذيتهم بسم الله على كل ركن وعاوية على كل ركن وزاوية على كل ركن وزاوية فيها عانوا نفس فيها عانوا من زوايا البيت في جدران البيت في أركان البيت بسم الله يقسم عليكم بالله العلي العظيم معشر العمار إنما كنتم وكيفما كنتم كبارا وصغارا كنتم خداما وأعوانا كنتم ظالمين أن تخرجوا من البيت طاعة لله أقسم عليكم بالله العظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم من رب عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أقسم عليكم بالله العظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أن تخرجوا طاعة لله كل عامر من اليهود يسمع ويرى كل عامرة من اليهود تسمع وترى كل عامر مسؤولي شيطان يسمع ويرى كل عامرة مسؤولية شيطانة تسمع وترى كل جن سيال طيار غواص معمر كل حية كل جنية كل ثعبان كل أرى تسمع وترى تنس تتوارى أينما كنتم وكيفما كنتم أينما اندسلتم وتواريتم واستخفيتم واختبأتم أينما كنتم وكيفما كنتم كل عالم كل ظالم كل يهودي كل نصراني كل مسؤولي كل شيطان ظالم معشر الظالمين من الجن من الأزهار سلطوكم على البيت وأهل البيت على البيت ورزق أهل البيت على البيت وأم أهل البيت أقسم عليكم بالله العظيم أينما كنتم وكيفما كنتم أن تخرجوا طاعة لله وحرص عليكم بالله العظيم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أن تخرجوا طاعة لله وحرص عليكم بالله العلي القدير القوي العظيم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أن تخرجوا من الأبدان من الدور من الزوايا من الأركان من الجدران من البيوت من الخلوات في البيت في كل ركن في البيت في كل مكان في البيت أن تخرجوا طاعة لله لا تظلمون ولا تظلمون بسم الله وبحق لا إله إلا الله بعظمتها بقدرها بقوتها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا موسى وهارون
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اللهم أبطل سحر الشفع أبواب المنازل اللهم أبطل سحر الشفع أبواب المنازل اللهم أبطل سحر الشفع زوايا المنازل اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر اللهم أبطل سحر منتقم وحاسد وحاقد اللهم أبطل سحر الأقارب اللهم أبطل سحر الجيران والجارات اللهم أبطل أثر كل سحر قديم اللهم أبطل أثر كل سحر عظيم اللهم أبطل أثر كل سحر دام وطال سنين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا اللهم واجعل أسحارهم هباء منثورا اللهم واجعل أسحارهم هباء منثورا اللهم واجعل أسحارهم هباء منثورا اللهم واجعل كل ما صنعوا هباء منثورا اللهم واجعل كل ما صنعوا هباء منثورا اللهم واجعل كل ما صنعوا هباء منثورا اللهم واجعل كل أسحارهم هباء منثورا هباء منثورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما اللهم أبطل أثر كل حسد عظيم اللهم أخرج أثر كل حسد عظيم
اللهم أنزل لنا وضر وضر كل حسد عظيم، اللهم أبطل أثر كل حسد عظيم، اللهم أخرج أثر كل حسد عظيم، اللهم أبطل أثر كل حسد عظيم، اللهم أخرج حر كل عين وأبرد حر كل عين وأخرج حر كل عين وأزل أذى وضرر وضر كل عين، اللهم أطفئ حر كل عين وأخرج حر كل عين وأزل أذى وضرر وضر كل عين، اللهم أطفئ حر كل عين وحسد وأبرد حر كل عين وحسد وأخرج حر كل عين وحسد وأزل أذى وضرر وضر كل عين وحسد، اللهم اطفئ حرها وأبرد حرها وأخرج حرها وأزل أذاها وضررها وشرها. الله أكبر الله أكبر الله حي على الفلاح
لا إله إلا الله
إلا الله، لا إله إلا الله، لأجلها خلقت السماوات والأرضين، لا إله إلا الله، أشرقت الأرض بنور ربها أشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها أشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب وضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاء يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا إلى كل جني في هذا المنزل في هذا البيت في الزوايا في الأركان في الأبدان وحولها ألم يأتكم رسل من ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذروكم لقاء يوم القيامة يوم الخزي والندامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع الظالمين ظلمهم ولا السحرة سحرهم ولا خدامهم اتقوا الله جل وعلا توبوا إلى الله جل وعلا ارجعوا إلى الله جل وعلا أراد بكم الله جل وعلا خيرا إلى كل جني في البيت في الأبدان في الزوايا في الأركان ساقنا الله جل وعلا إليكم لنسمعكم القرآن العظيم وندعوكم إلى الهدى والتقى إلى سبيل النجاة إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم وذكر به الذين يخشون ربهم إلى كل جني أكرمه الله جل وعلا بعقل وقلب يقبض ويحس هذه آيات الله جل وعلا ورحمة الله جل وعلا سوقت لكم وسيقت لكم ساقت لكم لتتوبوا إلى ربكم جل وعلا وترجعوا تعودوا وتذعنوا وتتقوا الله جل وعلا واعلموا أن التوبة تجب ما مضى إذا تبتم إلى الله جل وعلا ورجعتم المظالم إلى أهلها وكففتم الأذى وخرجتم من البيت والأبدان طاعة لله جل وعلا غفر الله لكم كل ما مضى وجمل لكم كل ما هو آت
أسلموا لله جل وعلا، تسلموا، تغنموا، تفوزوا، تربحوا، تنجحوا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين الذي ساقنا لتسمعوا القرآن وتدعوا إلى ملة الرحيم الرحمن، من تاب واهتدى غفر الله كل ما مضى له وهداه إلى طريق الهدى والتقى، وأنار دربه وغير حياته من الظلمة إلى النور، من السواد إلى البياض، من العيش تحت ظل السحرة وظلم الناس إلى العيش تحت رحمة الله جل وعلا والقرآن. أسلموا لله جل وعلا، تسلموا. هذا قولي لكم وهذه رسالتي لكم، إذا تبتم من الله جل وعلا غنمتم وفزتم، وإذا أبيتم فاعلموا أنكم في خسارة عظيمة، وأن يوم القيامة يوم الخزي والندامة ستقفون أمام كل جسد وأهل البيت بصفة عامة، وكل من ظلمتم وآذيتم. أقسم بالله العظيم أن هذه حجة ولا حجة لكم أمام الله جل وعلا. أسلموا لله جل وعلا، تسلموا، وكفوا الأذية والظلم، وكفوا الأذية والظلم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقلعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، سيأتيكم عذاب عظيم، عذاب غليظ. هذه رسالتي لكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تهتدوا وتتوبوا وتسلموا وتذعنوا وتخضعوا وترجعوا إلى ربكم، وتتركوا البيت وأهل البيت طاعة لله جل وعلا، طاعة لله جل وعلا، طاعة لله جل وعلا. توبوا إلى الله، أنيبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، عودوا إلى الله، كونوا مع الله. ولا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم بعظمتها وقدرها ووزنها، من تاب منهم وترك كل فعل فعل وظلم ظلم وسحر صنع فتب عليه وعجل بهدايته، ومن أبى منهم اللهم قطع أمعاءهم وجمد الدماء في عنقهم، وصلت عليهم ملائكة غلاظا شداد بحق القرآن الذي تلونا وقرأنا من موضع البيت من بيوت الله، وفيه كلامك يا رب العالمين إلا وتحفه الملائكة وتغشاه الرحمة. اللهم اجعل ملائكتك تحف هذا البيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ملائكتك تحف هذا البيت، اللهم اجعل ملائكتك تحف هذا البيت بحق لا إله إلا الله، وبحق كل آية وسطر قرأناها، اللهم وبحق في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح لها فيه يسبح له فيها بالغدو والآصال. اللهم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين، ونصر المظلومين والمستضعفين، اللهم بحق لا إله إلا الله أهلك الظالمين وأحرق الظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين الظالمين. اللهم لا تذر منهم في الدار ولا في الأبدان وليا يا رب العالمين، ولا ظهيرا للسحرة ولا نصيرا يا رب العالمين. اللهم أخرجهم أذلة صاغرين، اللهم أخرجهم أذلة صاغرين، اللهم أخرجهم أذلة صاغرين. اللهم سلط عليهم ملائكة غلظا شداد، اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اللهم سلط عليهم ملائكة غلظا شداد، اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اللهم سلط عليهم ملائكة غلظا شداد، اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اللهم سلط عليهم ملائكة غلظا شداد، اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اللهم لا تذر منهم يا رب في الدار ولا في البيت وليا ولا ديارا ولا معمرا ولا ساكنا ولا ساحرا ولا خادما ولا شيطانا ولا ثعبانا ولا أفعى ولا حية. اللهم لا تذر منهم في البيت ديارا، اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تمكنهم يا ربي على هذه الدار أحدا. اللهم أخرجهم أذلة صاغرين، اللهم أخرجهم أذلة صاغرين، اللهم أخرجهم أذلة ضعافا صاغرين، اللهم أخرجهم أذلة مذلولين، اللهم أخرجهم أذلة محطمين مكسورين، اللهم أخرجهم أذلة صاغرين، 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 اللهم أخرجهم أذلة صاغرين. لا إله إلا أنت يا رب العالمين، اللهم أحرقهم حرقا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اكسب بهم وبدارهم الأرض، سلط عليهم ملائكة غلظا شداد، يعصون كما أمرتهم ويفعلون فيهم ما يؤمرون، اللهم عليك بهم ومن معهم، ومن صار على ضربهم واقتفى أثرهم وتبع خطاهم، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة جدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها، نشفيكم
شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. سألك اللهم أمر فعل الخيرات، ترك الفواحش والمعاصي والزلات والآثام والمنكرات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب الناس ويا إله الناس ويا خالق الناس، يا من كشفت الضر عن أيوب وأوجعت يوسف لأبيه يعقوب وسمعت صوت ونداء يونس بن متى في بطن الحوت. أسألك اللهم بحق ما سألك به أنبياؤك والمرسلين، بحق ما استجبت لهم في الحين. اللهم إن قسمت الدعاء على لسان نبيك إلى ثلاث، استجب دعاءنا الآن 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 يا رب العالمين. اللهم لا تأخيرا ولا تأجيلا، اللهم أنزل رحمة من عندك وشفاء من عندك ولطفا من عندك وعونا من عندك ونصرا من عندك وتمكينا من عندك. يا غارت الله جد السير مسرعته، اللهم رب اهزمه منصرنا عليه، اللهم رب اهزمه منصرنا عليه، اللهم رب اهزمه منصرنا عليه، اللهم اهزمه منصرنا عليه، اللهم اهزمه منصرنا عليه. اعل اللهم رب رايه الحق والدين، وانصر الاسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اسالك اللهم رب الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم اجعل رحمتك تغشى هذا البيت واهل هذا البيت. اللهم انرهم بالقران، احفظهم بالقران، ارعهم بالقران، وتولهم بالقران. اللهم يا رب بحق بركه القران، بحق حروفه واياته واسطره وسوره يا رب العالمين. اللهم يا رب انزله على اهل البيت رحمه ونورا وسكينه وشفاء وهدى. اللهم يا من قلت وقولك الحق، واذا سالك عبادي عني فاني قريب، اجيب دعوه المضطر اذا دعان. اللهم انا نسالك بالسنه المضطرين المحتاجين. اللهم رب استجب دعاءهم ورجاءهم ونداءهم، وازل الضر من ابدانهم وابدان اهلهم وذويهم. اللهم يا رب ارحمنا به واشفنا به واهدنا به وطهر ابداننا وقلوبنا وارواحنا وعقولنا به يا رب العالمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا الما. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. رب ما كان مصاب فمنك وحدك، وما كان خطأ او سهم او زنا او نسيان في طريقه القراءه ونطق الكلام، فمن نفس من الشيطان. الله رسول منا وبراء، الله اعلى واعلم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم.